أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حصة اليوم اللي غادي نزيدوا نعمقوا ونثبتوا فيها معرفتنا بالأعداد من 0 إلى 9، ولكن قبل من ذلك غادي نشوفوا جميع طريقة إنجاز التمرين اللي كلفتكم به في الحصة الفايتة. لاحظوا معايا طريقة إنجاز التمرين اللي كيظهر أمامكم على الشاشة. إذا كان المطلوب منكم أنكم تعاودوا بقلم الرصاص فوق هاد الأعداد اللي مكتوبة باهتة. إذا تبعوا طريقة كتابة العدد 6 لنتبعوا مزيان، ثم العدد 7 8 9، إذن 6 العدد 7 مزيان. من بعد ما شفنا طريقة كتابة الأعداد 6 7 8 9، الآن أخواتي الحاضرات، أعزائي المشاهدين، غادي نجزو جميع هاد التمرين اللي غادي يظهر أمامكم على الشاشة. إذا تبعوا معايا. إذا هاد التمرين عندنا إطارات فيها الصور، غادي نحسبوا المحتوى ديال هاد الإطار وغادي نكتبوا العدد تحت من الصورة. إذا بالنسبة للصورة الأولى مينا، غادي تقول لنا شحال من قلم عندنا في هذه الصوره؟ كاينين 4. 4 ديال الاقلام. اذا شنو هو العدد اللي غادي نكتبوا في الخانه اللي تحت من الاطار؟ 4. 4 مزيان. اذا كنكتبوا العدد 4. الان غادي نمروا للاطار الثاني. اذا فاطمه غادي تقولي لينا شحال من كتاب عندنا في هذا الاطار؟ 2. 2 كتوبه. اذا شنو هو العدد اللي غادي نكتبوا في هذه الخانه؟ 2. غادي نكتبوا 2. كشفنا شنو كنسميو العدد 2 باللغه العربيه؟ 2. مزيان. الان غادي ننتقلوا للاطار الثالث. اذا امينه تفضلي، شحال عندنا من شمعه في هذا الاطار؟ كاينين تما 3 الشمعات وغادي نحطوا 3. مزيان. اذا العدد 3 هو اللي غادي نكتبوا في الخانه. الان غادي ننتقلوا للاطار الرابع. اذا الاخت رقيه، شحال عندنا هنا الصوره شنو فيها؟ تفاح. هاد الصوره هادي شنو فيها؟ هادي ارنب. فيها الارنب. اذا شحال من ارنب عندنا؟ واحد. اذا شنو هو العدد اللي غادي نكتبوه في الخانه؟ واحد. غادي نكتبوا واحد. مزيان. الان غادي ننتقلوا لهاد الاطار. الاخت فاطمه، شحال العدد ديال التفاحات اللي عندنا في هذا الاطار؟ 7. عندنا 7. شنو هو العدد اللي غادي نكتبوه هنايا؟ 7. غادي نكتبوا 7. 7. مزيان. اذا لاحظوا كيتكتب العدد 7 في الخانه. الان غادي ننتقلوا لهذا الاطار. الاخت مينا غادي تقولي لي شحال عدد البيض اللي عندنا هنايا؟ 5. 5. شنو هو العدد اللي غادي نكتبوا هنا؟ 5. 5. جيد. والان هذا الاطار هذا شنو فيه؟ خاوي. خاوي، ما فيه والو. ما فيه والو. اذا شنو اللي غنكتبوا في هذه الخانه؟ صفرون. صفرون، مزيان. اذا كنكتبوا صفرون. بالنسبه لهذا الاطار شحال عدد الكرات اللي عندنا؟ 8. 8. 8. مزيان. اذا العدد غنكتبوا 8. 8. وبالنسبه لهذا الاطار شنو عندنا فيه؟ إذا شحال من الفلوس عندنا هنايا؟ كاينين 6. كاينين 6، والعدد اللي غنكتبوا هنا؟ 6. 6. مزيان. إذا كنكتبوا العدد 6 في الخانة. بالنسبة لهذا الإطار اللي فيه الموز، شحال عندنا من الموزة؟ 9 موز. 9 موزات. 9 موزات. إذا غادي نكتبوا العدد؟ 9. 9. مزيان.
إذن من بعد ما نجزنا هذا التمرين غادي ننتقلوا للتمرين الثاني واللي غادي نملؤوا فيه الفراغ بالأعداد المناسبة. إذا لاحظوا التمرين، إذن عندنا العدد الأول اللي هو صفرون واحدون، إذن هاد المربع فارغ شنو هو العدد اللي كيتبع العدد واحدون؟ شنو هو العدد اللي كيتبع العدد واحدون؟ اثنان. مزيان، إذن غادي نكتبوا العدد اثنان في المكان الفارغ. إذن والعدد اثنان كيتبعوا العدد ثلاثة، وشنو اللي كيتبع العدد ثلاثة؟ شنو اللي كيتبع العدد ثلاثة؟ شحال؟ أربعة. أربعة، إذن غادي نكتبوا أربعة في المكان الفارغ. مزيان، إذن أربعة شنو اللي تابعها؟ خمسة. وشنو اللي كيتبع العدد خمسة؟ ستة. إذن ستة هي اللي غادي نكتبوا في المكان الفارغ. جيد، والآن ستة شنو تابعها؟ سبعة. وشنو اللي كيتبع سبعة؟ ثمانية. ثمانية، جيد، إذا غادي نكتبوا ثمانية في المكان الفارغ. وهذا العدد الآخر شنو هو؟ تسعة. تسعة، مزيان. إذا الآن من بعد ما جزنا هذا التمرين غادي نقراو هذه الأعداد جماعة. إذا عندنا صفر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. مزيان، وبهذه الحصة نكون ثبتنا تعلماتنا بالأعداد من صفر إلى تسعة، وفي الحصة الماجية إن شاء الله غادي نعرفوا كيفاش نرتبوا هذه الأعداد من الصغير للكبير. إلى هنا تنتهي حصة اليوم، وما تنساوش أخواتي إخواني بأن هذه الحلقة غادي تتعاود في قناة السادسة جوج المرات في الأوقات اللي غتظهر أمامكم على الشاشة، ويمكن لكم تشاهدوها على الموقع الإلكتروني الخاص بهذا البرنامج التلفزيوني واللي كيظهر أمامكم على الشاشة. والآن ما بقى لي إلا نودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.